في آية جميلة دايما تؤثر في كل ما أراها، في قصة أخنوخ. يقول وسار أخنوخ مع الرب ولم يوجد لأن الرب أخذه إليه. أنا أفتكر أخنوخ كده حطت إيده في إيد ربنا وماشيين في السكة يتكلموا مع بعض، وبعدين ربنا قال له يا أخنوخ بدل ما احنا نقعد هنا على الأرض تعالى في حتة كويسة في السماء نقعد فيها سوا، وراح واخده. طب وفين دلوقتي أخنوخ؟ مع الرب. بولس لما لقى الحياة دي ساعات بتشغل شوية واتكلم على الأبدية، بيقول نكون مع الرب في كل حين، نكون مع الرب في كل حين. والمسيح قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. هل انت ممكن تكون معاه في الأرض عشان تبقى معاه في الفردوس؟ تبقى معاه في هذا الحين في هذا الزمن عشان تبقى معاه في كل حين. هل انت ماشي مع ربنا كده بتتسلوا سوا، بتتكلموا سوا، بتتناغوا سوا زي ما موسى كان مع ربنا 40 يوم على الجبل؟ طبعا في اوقات اداله الوصايا والحاجات دي، واوقات كانوا يتكلموا كده كلام اصحاب مع بعض. امتى بتصادق ربنا وتمشي معاه كده وتتكلموا سوا؟ يعني ايه سارة اخنوخ مع الرب ولم يوجد لان الرب اخذه اليه؟ ماشي في ايده في ايد ربنا وماشيين في السكة. هل انت زي يوحنا الحبيب اللي كان بيتكئ براسه على صدر المسيح؟ جرب